الاخ ديالنا، الاخ ديالنا كامل، الفقيده ديال الاسره الامن وفقيده ديال العائله كاع كامله. محسن خبى الحسن توفى مسكين في الشرطه، رجل الامن كان مخلص متفاني. تحيه لرجال الشرطه بالكامل اللي كيباتوا سهرانين باش حنا نبقاو ناعسين في ديورنا ومرتاحين. كنطلبوا من الله ان يعاونهم ويسد الخطى ديالهم في حفظ الامن والامان لهذه الدوله، وكنعتبرهم كلهم شهداء الواجب، شهداء الواجب في نصرة الحق وحماية العرش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هذا قدر الله. الاخ ديالي توفى، هذا امر الله. انا الاخ ديالو الاصغر، انا كان رجل امن حامي الوطن ديالو، كيجاهد في الامن وفي سبيل الوطن وفي سبيل الملك ديالنا. الله ينصرو، الله ينصرو، الله يطول لينا في عمرو. وعنده وليداتو، خلا جوج بنيات، وهذا امر الله. خدامين معاه في الامن الوطني حتى هما قاموا بالواجب اكثر من الواجب ديالهم، يعني تعبوا معنا وسهروا معنا في واحد الظروف ما تصور شيء. يعني كل الزملاء الاصدقاء ولا الحي ولا الساكنه كامله، وجا الشرطه حتى هما تعاملوا معنا بواحد الشكل كبير كبير بزاف، حيت كان كيخدم الوطن ديالو. هنا كاملين رجال الشرطه كاملين كيخدموا الوطن، الوطن ديالنا كاملين. هما اكثر، حنا هما اكثر منا، حنا كنعسو هما ما كينعسوش. علاش هادشي كامل؟ في صريح المغرب من طنجة حتى للكويرة. والله ينصر سيدنا.